بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية، حيث نبحر مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الأستاذ. بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا. سيدي الكريم، نتمنى اليوم أن نتحدث عن خلق جديد من الأخلاق الإسلامية، ألا وهو خلق الاستقامة. لكن السؤال الذي يعيشه كل واحد منا في واقعه المعاصر، أننا نجد كثيرا من الناس ربما يقومون بأعمال هي نتاج طبيعي لتربيتهم الأسرية الطيبة، لكنهم لا يتمثلون العبادات والشعائر. فكثيرا ما سمعنا أشخاصا يقولون: أنا لا أكذب إلا أني أيضا لا أصلي، أنا لا أسرق إلا أني لا أصوم، أنا قلبي لا يحمل حقدا على أحد. فهل مثل هذه الأخلاق تكفي وتغني عن الرابط والدين والقيام بالشعائر؟ أو بمعنى أصح، هل هناك رابط وصلة ما بين الاستقامة وما بين الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، بادئ ذي بدء، منهج الله كل لا يتجزأ، فإما أن نأخذه كله وعندئذ نقطف ثماره، أو أننا إذا أخذنا بعضه. كل عمل صالح له حساب عند الله، لكن بمجموع الأعمال الصالحة من دون استقامة لا ترقى بنا إلى أن نقطف ثمار الدين. نعم. على كل، قضية الاستقامة وعلاقتها بالدين قضية دقيقة جدا. لا بد من مثل. التجارة كم نشاط لها؟ التنوعة. آلاف الأنشطة، بدءا من تأسيس شركة، شراء مقر، شراء مستودعات، شراء مكاتب، تعيين موظفين، استخدام شركات، أخذ وكالات، شراء بضاعة، شحن بضاعة، توزيع البضاعة، جمع ثمنها، الدعاية، المحاسبة، الضرائب، آلاف الأنشطة. لكن كل هذه الأنشطة على كثرتها وتنوعها يمكن أن تضغط بكلمة واحدة هي الربح. نعم. فما لم يربح الإنسان في العمل التجاري فليس بتاجر. نعم. هذا التمهيد. الآن العمل الديني بشكل عام والعمل الإسلامي بشكل خاص، بدءاً من طلب العلم، تأسيس مدارس، جامعات، إنشاء مساجد، تعيين خطباء، تعيين مدرسين، تأليف كتب، مؤتمرات إسلامية، أداء عبادات، يمكن أن نعدد مئات ألوف الأنشطة في الدين. نعم. وكذلك يمكن أن تضغط كلها بكلمة واحدة هي الاتصال بالله. نعم. ومفتاح الاتصال بالله الاستقامة على أمره. نعم. وما لم نحكم اتصالنا بالله عن طريق استقامتنا على أمره لا نقطف من ثمار الدين شيئاً. نعم. فلذلك الداعية الذي يحض إخوانه على الاستقامة يكون مفلحاً وناجحاً وموفقاً، لأن هذا الطالب، طالب العلم، لن يقطف ثمار الدين إلا بطاعة الله عز وجل. إذن موقع الاستقامة كما نقول في التعريف الدقيق الذي أذكره كثيراً: العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية
تفضي إلى سعادة أبدية. نعم. هذا التعريف في ثلاث كليات. الكلية الأولى والأخطر هي الالتزام. نعم. طاعة طوعية، سببها معرفة يقينية، ثمراتها سعادة أبدية. فما لم نلتزم، ما لم يكن عطاؤنا وفق منهج الله، ما لم يكن منعنا وفق منهج الله، ما لم يكن سرورنا وفق منهج الله، ما لم تكن تصرفاتنا وفق منهج الله، ما لم يكن بيتنا إسلامياً، عملنا إسلامياً، أفراحنا إسلامية، أتراحنا إسلامية، علاقاتنا إسلامية، العلاقات الجزئية والدولية، ما لم يكن الإسلام منهجاً مطبقاً في حياتنا، في يغطي كل شؤون حياتنا، لن نستطيع أن نقطف من هذا الدين ثماره اليانعة التي وعد الله بها. لا إله إلا الله. أستاذي الكريم، عندما يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، اهدنا الصراط المستقيم، ويطلب منا بل ونكررها في كل ركعة من ركعات صلواتنا، مما يدل على أهمية هذا الدعاء ألا وهو الصراط المستقيم، هل في آية الذكر الحكيم من آيات أخرى تحض وتحث على الاستقامة؟ لعل الصراط هو الطريق. نعم. أما المستقيم الذي يوصل إلى الله. نعم. والدليل فاستقيموا إليه، يعني سلوك الطرق، هناك آلاف الطرق تفضي إلى نتائج مرضية أو غير مرضية. نعم. لكن الطريق المستقيم الذي أراده الله بآية الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله. نعم. يعني مثلاً أنا أمام مجموعة طرق وأنا في الصحراء، أحد هذه الطرق يوصل إلى الماء وأنا أكاد أموت عطشاً، فلذلك لو سلكت أي طريق ولا ينتهي بنبع ماء فأنا هالك. نعم. إلا إذا عرفت الطريق الذي يفضي بي إلى نبع الماء. لذلك الصراط المستقيم هو الذي يفضي إلى معرفة الله وطاعته والسعادة بقربه. لكن الآية الدقيقة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني لن تستقيم على أمره إلا إذا عرفته. نعم. خالقاً، رباً، مسيراً، واحداً، موجوداً، هو القوي، هو الغني، هو العاطي، هو الرازق، هو الحليم، هو الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله عرفوا هذه في البداية ثم استقاموا، ثم استقاموا. فالاستقامة يجب أن تسبقها معرفة بالله. نعم. حتى تكون صحيحة. نعم. تتنزل عليهم الملائكة الثمار ألا تخافوا ولا تحزنوا. أستاذ أحمد، هذه الآية فيها معنى دقيق جداً وملمح خطير. نحن الآن في هذه الثانية، وراءنا ماضي. نعم. وأمامنا مستقبل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. نعم. ألا تخافوا. نعم. مما سيكون. أيوة. وألا تندموا على ما كان. سبحان الله. غطت الزمن كله ما مضى وما يعني لا. علامة المستقيم لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهذه الآية أصل في الاستقامة، وهي عظيمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لذلك قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت ولا يضل عقله ولا تشقى نفسه. ومفهوم ماذا بقي من السعادة؟ نعم. الذي يستجيب لأمر الله، الذي يتبع منهج الله، لا يضل عقله، أفكاره كلها صحيحة، تصوراته كلها صحيحة، ولا تضل نفسه، مشاعره، أخلاقه، استقامته واضحة، ولا يخشى مما هو آت، كما أنه لا يندم على ما هو فات. فلذلك الاستقامة واضحة جداً في هذه الآية. بالمناسبة يأتي بعد هذه الآية ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً، يعني لا يكون المؤمن مؤمناً إلا إذا استقام على أمر الله.
الآن ولا يكون الداعية داعية إلا إذا جاء عمله مطابقا لأقواله. نعم. كلام دقيق ورائع. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن الاستقامة هي الحجر الأساس في البناء. ما لم نستقم على أمر الله ما الذي يكون؟ خلفية إسلامية، نزعة إسلامية، أرضية إسلامية، ثقافة إسلامية، لكن اهتمامات إسلامية، مشاعر إسلامية، لكن ليس هناك إسلام. لذلك القصة التي أرويها أحياناً أن طالباً سافر إلى بلاد بعيدة وأعجبته فتاة وأحبها حباً جما، استأذن والده بالزواج منها، فجاء الرفض والتعنيف والتهديد بالتبرئة منه لو تزوجها، لكنه بعد شهر استأذن والده أنها إذا أسلمت هل يقبل؟ فجاء الجواب بالإيجاب، أعطاها كتباً مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وطلبت فرصة مقدارها 4 أشهر كي تقرأ الكتب بعيدة عنه وعن تأثيره ومداخلاته، فوافق، لكنه أمضى هذه المدة بشعور عجيب وكأنها 4 سنوات. لأنه ينتظر. فلما انتهت المدة والتقى بها ونطقت بفمها أنها أسلمت كاد يختل توازنه من الفرح، ظن أنه حقق المراد، لكنها قالت له ولكنني لن أتزوجك لأنك بحسب ما قرأت لست مسلماً. هي باتت اليوم مسلمة. نعم. حقيقية. نعم. أخذت الإسلام كلاً متكامل ووجدت أنه هو أخذ صورة من صور الإسلام. لذلك المسلمون أحياناً يرتادون المساجد ويصلون ويحجون ويزكون، لكن كسب أموالهم غير إسلامي. نعم. إنفاق أموالهم، أفراحهم، أتراحهم، علاقاتهم، النمط في حياتهم اليومية نمط آخر. نعم. غير الإسلام. نعم. فلذلك هؤلاء مع اعتزازهم بالإسلام ومع شعورهم أنهم مسلمون، لكنهم لم يقطفوا من ثمار الإسلام شيئاً. نعم. وهل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما بيّنت لنا من آيات الذكر الحكيم دعوة. نعم. إلى الاستقامة، هل كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه مع أصحابه تحفيزاً على الاستقامة؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا. وفي البلاغة أن الفعل إذا حذف مفعوله أطلق معناه. نعم. يعني استقيموا، فإذا استقمتم لن تحصوا ثمار الاستقامة. أهي الراحة النفسية؟ أهي العزة؟ أهي الشعور بالقرب من الله؟ أهي الفوز بالآخرة؟ أهو التوفيق؟ النجاح؟ العلو الذي يرضيه الله عز وجل؟ ثمار الاستقامة لا تعد ولا تحصى. هذه كلها من قوله ولن تحصوا. ولن تحصوا، لن تحصوا الخير. نعم. من استقامتكم، يعني سعادة زوجية، أولاد أبرار، صحة، مكانة، تألق، راحة نفسية، أمن، سكينة، سعادة، رضا، استقيموا ولن تحصوا. الخير كله، الخير كل الخير، والنجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز في استقامة العبد على أمر الله. إن استقام العبد على أمر الله لن لتأبيد النفي يحصي ثمار هذه الاستقامة التي تعود عليه. إذن القرآن يؤكد أن الإنسان إذا استقام لا يخشى مما هو آت ولا يندم على ما هو فات. ذكر النبي الكريم هذا القول الرائع، استقيموا ولن تحصوا، أي أن خيرات الاستقامة لن يحصيها المستقيم. نعم. تأتيه الخيرات من كل مكان. نعم. طيب أستاذي الكريم، أيضاً يحضرني في هذا المقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا سفيان قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك، فكان الجواب قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. نعم. طبعاً
هذا الحديث له روايات عديدة، في بعض الروايات في زيادة. جاءه أعرابي قال له عظني ولا تطل، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، هي الشاهد في الزيادة. قال هذا الأعرابي أريد أخف من ذلك، يعني رأى الاستقامة عليه عبئا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام ببساطة ما بعدها بساطة: إذن فاستعد للبلاء، إما استقامة أبدا أو استعد للبلاء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت تريد الكرامة والله يأمرك بالاستقامة، فما لم نستقم ينبغي ألا نكون سذجا وننتظر من الله ما لم يكن. ما هي نتائج عدم الاستقامة بشكل عام؟ طبعا يعني الله عز وجل بالكلام الدقيق والصريح: هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا ادعاء، بماذا رد الله عليهم؟ رد عليهم فقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. نعم. وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد، نحن أمة القرآن، نحن الأمة المختارة، نحن أمة الوحيين، هذه دعوة. نعم. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل يأتي في الآية كلام خطير: بل أنتم بشر ممن خلق، ليس لكم ولا ميزة. وأنا أقول والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح، أنا حينما لا أستقيم وأدعي أنني من أمة محمد، من هذا الدين العظيم، هذا لا يقدم ولا يؤخر. لذلك قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما علة هذه الخيرية؟ يوم كنتم تأمرون بالمعروف، نعم، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر ولم نؤمن بالله سنسلب هذه الميزة، فقدنا خيريتنا. نعم. بل نحن عندئذ أمة ممن خلق. نعم. هان أمر الله علينا فهن على الله. نعم. ثمار عدم الاستقامة، أو إن أصح نتائج عدم الاستقامة، خطير جداً. يعني أمة تنتمي انتماءً شكلياً لهذا الدين وليست مطبقةً لأحكامه، إذاً لن تقطف ثماره. لذلك قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان لهم علينا ألف سبيل وسبيل، ما التفسير؟ واضح. نعم. لسنا مستقيمين على أمر الله. لابد أن يكون هناك رابط ما بين الاستقامة والكرامة. نعم. التي تنشدها أمة الإسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. نعم. طيب نحن لسنا مستخلفين، وهي حقيقة مرة. والله عز وجل كان قد ألزم نفسه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، نحن لسنا ممكنين. نعم. هذه الحقيقة المرة. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، نحن لسنا آمنين. نحن خائفون. نحن لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين. يعني أن الشرط اختل. التفسير أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الخلل عندنا والكرة في ملعبنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فلذلك لن نفلح ولن نستحق نصر الله عز وجل إلا إذا اصطلحنا معه وطبقنا منهجه، عندئذ نقدم لله أسباب النصر. عندما ذكرتم أستاذي الكريم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ذكرتم أن الاستقامة أمر حدي. أبداً. بمعنى عما مضى وعما لحق؟ لا لا، هذا معنى آخر. معنى آخر، تفضل. يعني لو أن عندك مستودع لوقود سائل، هذا المستودع قد يوصف بأنه كبير أو أقل أو أقل أو صغير أو متوسط، أما إحكامه حدي، ما في غير حالة واحدة، إما أن يكون محكماً، إما محكم أو غير محكم. نعم. نعم. ما في محكم نوعاً ما غير صحيح. نعم. يعني محكم لو ملأته بالوقود السائل لن يتسرب منه شيء. نعم. هذا المحكم. نعم. أما غير محكم نسبي، قد
يفقد محتواه بسنة أو بشهر أو بأسبوع أو بيوم، فعدم الإحكام نسبي، أما الإحكام حدي، الاستقامة حدية، أما العمل الصالح نسبي، يعني هذا المستودع المحكم قد أملأ نصفه، ربعه، ثلثه، أما إحكامه حدي. لذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، بالاستقامة ما في تفاوت، الحرام حرام، الحلال حلال، الحق حق، الباطل باطل، الخير خير، الشر شر، الغيبة حرام، الصدق واجب، الكذب حرام، الاستقامة طبيعتها حدية لا تقبل التفاوت. فنحن والأنبياء في موضوع الاستقامة سواء. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني مثلاً أقل ممرض في المستشفى لو أراد أن يعطي المريض حقنة لا بد من تعقيمها، لا بد من غليها، لا بد من تعقيم المكان، لا بد من تعقيم الجرح، هكذا. ولو أتى أكبر طبيب جراح في هذه المستشفى أراد أن يعطي حقنة يطبق التعليمات الذي نفذها الممرض. في موضوعات في حياتنا حدي لا يقبل التفاوت، أما العمل الصالح نسبي، إنسان ينفق ألف، إنسان ينفق مليون، في الإنفاق، في العمل الصالح، في إنشاء المشاريع، جميع الأعمال الصالحة نفعلها بقدر ما نستطيع، أما في الاستقامة ما في بقدر ما نستطيع، الاستقامة حدية لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. نعم، هي مطلوبة من فقيرنا وغنينا، أقل الناس معرفة بالله وأكثرهم معرفة بالله. لكن لماذا هي آكد أكثر على الدعاة؟ أو ما علاقة الاستقامة بالدعوة؟ لماذا إذا كان الداعية غير مستقيم كان سبة وكان التثريب عليه أكثر من لو أن شخصاً عادياً لم يكن مستقيماً؟ يمكن أن تنتفع من طبيب غير مستقيم في حياته الخاصة، يمكن أن تنتفع من مهندس يعطيك علاجاً يمكن مجرداً، يمكن أن تنتفع من كل أصناف العلوم من أصحابها دون أن يكونوا مستقيمين في حياتهم الخاصة. إلا الداعية لن تنتفع به إلا إذا كان عمله مطابقاً لسلوكه. لذلك عظمة الأنبياء ويعني شيء مدهش في حياتهم أنه ليس هناك مسافة بين أقوالهم وأفعالهم. الداعية يجب أن يكون قدوة قبل أن يتكلم، الإحسان قبل البيان، القدوة قبل الدعوة. لذلك إذا كان مطلوب من مؤمن أن يكون مستقيم فالمطلوب من الداعية ألف مرة أن يكون مستقيم. مرة التقيت بأحد كبار الدعاة في مصر، توفي رحمه الله، سألته نصيحة للدعاة، توقعت أن يتكلم كثيراً، تكلم كلمة واحدة، قال: ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو فقط. هذا دليل نجاح، المصداقية. أيوة. بل إن بعض العلماء يقول لو أن إنسان دعي إلى الله بمضمون هزيل، بمضمون غير متماسك، ولم يجد المدعو المصداقية في الداعية، لا يعد هذا المدعو بهذه الطريقة وبهذا المضمون مبلغاً عند الله، ويقع اسم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة. فلذلك الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. فالداعية يمكن أن يكون أكبر داعية في الأرض وهو صامت بحاله. أنا الآن أدعو إلى الدعوة الصامتة، يعني استقامته دعوة، صدقه دعوة، أمانته دعوة، عفته دعوة، يمكن أن تصمت وأن تكون أكبر داعية. لذلك ما من شيء يتذبذب بين أن يكون أقدس عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. إذا بذلت من أجلها الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وإذا طبقت ما تقول، وإذا كنت مخلصاً فيما تقول، ترقى هذه الدعوة إلى أن تقترب من صنعة الأنبياء. أما إذا تاجرنا بها وارتزقنا منها
كما قال الإمام الغزالي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. تماماً الذي يتاجر بالدين كما لو أن أمامك ورقة مستطيلة هي الحقيقة شيك بمليون دولار، بس وضعت على ظهرها، توهمتها ورقة عادية، كتبت عليها بعض الكلمات، أجريت حساب بسيط، ثم مزقتها، ثم اكتشفت بعد حين أنها شيك بمليون دولار. هذا ما تعنيه الآية الكريمة: اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. لذلك أشقى الناس من تاجر بالدعوة إلى الله. اللهم كما قال بعضهم: أعوذ بك من أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه رضاك ألتمس به أحداً سواك. اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. جزاك الله خيراً، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا دعاة صالحين مصلحين لمجتمعاتنا وأسرنا. ونشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. وإلى حلقة أخرى من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين.